سقى الله الروافض كأس ذل وألبسهم لباس ذل سقى الله الروافض كأس ذل وألبسهم لباس ذوي الخسار فإنهم على الإسلام عار دعاة الكفر في وضح النهار ولابن العلقمي تاريخ شر دليل الكفر من جيش التتار ببغداد الأبية كم أريقت فكان الدم مثل الماء جاري ومجزرة على الإسلام كانت تذيب الصخر من كمد ونار ومليونين في بغداد قتلى وماتوا في الجبال وفي البراري وقتل خليفة الإسلام كانت هي العظمى وقاصمة الفقار دليل الكفر في هذا جهارا ومن جر المغول على الدمار هم الأرفاض كالطوسي واقرأ لابن العلقمي رأس الشنار عداوتهم لدين الله أعتى إلينا من عدى الأسد الضواري وأعتى من يهود أو نصارى وفاقوا كل جبار وضار فخذ تاريخهم واقرأ وفتش تجد والله من سوء الثمار ترى والله ما يدمي الحشايا ونص بعيدا بسر أو جهار سيوفهم على الإسلام سلت وحربهم لدين الله ساري فلن تلقى بأنهم أعدوا لحرب الكفر حينا من نهار ولا تذهب بتفكير بعيدا ترى في عصرنا سوء البذار ومن إيران يعبر جسر شر إلى أرض العراق عبور نار فبالأهواز كم قتلوا وعاثوا وفي بغداد أو أرض الجوار وفي لبنان نصر لا تبوق غدا والله أقبح من حمار وفي الشام الجريحة كم تعالت بها الأشلاء وانظر للدمار وفي يمن تأمل كيف كانت ولا زالت وكلب الرفض ضاري ففي دماج كم سالت دماء وحرب قام في ضغط الحصار بأنواع السلاح وكل حقد أتونا مثل أمواج البحار وصبوا النار في أرضي وأذكوا بأفئدة الجيوش لهيب نار وصار الحرب في الميدان حربا بما تعنيه من دون انتظار هناك لقوا الأسود مكشرات فثار النقع من طرفي ونار فلست ترى سوى نار تلظى وقعقعت المدافع والجتار وتكبيرا يهز الأرض هزا تصدع منه أضخام الحجار تلاحمت الجيوش بكل بأس وكأس الموت أسرع باحتضار فعادوا كالحمير لهم نهيق يجرون الهزيمة باحتقار فرأس طار أو أيد تعالت ومعركة بقت طول النهار بقتلاهم وجرحاهم حيارى وبعضهم التجى نحو الفرار وأظلم ليلهم حسا ومعنا لأنهم رأوا أسدا ضواري فقتلانا بإذن الله زفوا إلى الفردوس في أعلى جواري وقتلاهم إلى النيران هلكا وبئس مصيرهم في قعر نار
عاث الرفض في يمن فسادا يهدد شره دول الجوار. فهيا كي نعيد الحرب صدقا نعيد القادسية باقتدار ونغزو أرض فارس مثل سعد وكالفاروق نظفر بانتصار. ونغزو أرض فارس مثل سعد وكالفاروق نظفر بانتصار.